بصوا حوالينا كويس وانتوا تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم واعز البلد ديت وحماها ونجاها من كل شر وسوء. المواطن عايز المصلحة، عايز مصلحة بلده، واستحمل معانا السبع سنين اللي فاتوا إجراءات صعبة جدا جدا، لأنه هو حس بفطرته وبذكائه إن فعلا في محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمصر. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. محدش هيحب شعب مصر اكتر مننا، بس احنا بنحبه صح. افضل دايما جنبك على طول.